مخلفات مدينة مكناس وجماعتها من النفايات الصلبة يوميا يفوق 450 طنا يتم تفريغها بمركز تثمين ومعالجة النفايات المتواجد على مسافة قصيرة من المدينة الإسماعيلية. الكمية تفرز ما يقارب 160 مترا مكعبا من العصارة. وبهذا الموقع طورت الشركة المشرفة على المطرح مشروعا كبيرا ومتطورا لمعالجة الإفرازات السائلة الاستيفيا. الهدف ديالو هو البيئة ديال جماعة مكناس وتخليص النفايات المنزلية اللي كاينة في جامعة مكناس، ماشي في جامعة مكناس بحسب ولكن حتى الجامعات المجاورة. هذا المركز كانت تنقصه آخر حلقة اللي اكتملت الآن بالانستالاسيون ديال هذا إيفاليكس اللي هو كيقوم بتجفيف مخلفات العصارة الأخيرة، وبذلك تكون الدائرة كاملة اكتملت. قرب مركز تثمين ومعالجة النفايات من مدينة مكناس جعلها ولسنوات تواجه تحديا ارتبط على الخصوص بتمدد الروائح الكريهة بعدد من الأحياء، فجاء هذا المركز ليعالج الإشكالية البيئية بالمدينة وبالمحيط. الليكسيفيا ملي كتعالج كيخرج واحد الماء اللي صالح للري، ولكن تيبقى واحد السوائل اللي هي تقريبا خاصها تجفف. دونك هاد ليفاليكس تقنية تكمل معالجة الليكسيفيا. نتمنى أن هاد المشروع ينقص من هاد الرائحة ديال التلوث اللي كاينة في المدينة، وكذلك الامباكت على الفرشة المائية، يعني التسرب ديال الليكسيفيا للمياه الجوفية، ويكون واحد الأثر اللي هو جد إيجابي للسوائل، يعني الفلاحة ديال المنطقة وعلى الساكنة. زود المطرح في تهيئته بنظام دقيق وشامل لجمع العصارة ولإنتاج الطاقة الناتجة عن احتراق الغاز الحيوي، وحاليا اكتملت بنيته بتكنولوجيا حديثة تعتبرها المؤسسة المشرفة على المطرح على أنها فريدة تحقق معالجة مطابقة لمعايير التصريف في البيئة الطبيعية. الشباب محرك للتنمية البشرية. نورة وسمية شابتان من حاملي الشواهد العليا تمكنتا بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من تنفيذ مشروع للخياطة العصرية بالطنطان، مشروع كلف 180 ألف درهم يساهم اليوم في الرفع من الدخل الفردي للمستفيدات. كنا معدلات، ومن بعد جات المبادرة الوطنية دفعنا لهم واستفدنا من هذا المشروع ديال الخياطة. الحمد لله اللي احنا خدمنا فيه كعاطلات وخدمنا معنا الناس اللي ديجا هما حاملين شواهد ديال الخياطة. كنديروا كل شيء تقليدي عصري، يعني اي حاجة بغاها الزبون كنلبوها لي، بحال مثلا في جائحة كورونا مع مرة خدمنا لي بافيت، وفي هذيك البريود كانوا الكمامات قلالين في السوق، قلنا علاش لا نوفروها للساكنة. إدماج الشباب في الحياة السوسيو-اقتصادية عبر خلق فرص عمل قارة من أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للنهوض بالرأسمال البشري من خلال مشاريع تنموية في مجالات متنوعة. هاد الأخوات كلهم طموح باش يمكن لهم يطوروا هاد لاتولي ديالهم، وذلك من أجل طبيعة الحال على أنهم يندمجوا في سوق الشغل رغم طبيعة الحال مجموعة من الصعوبات ورغم هذه الجائحة اللي كتعرفوا حاليا، إلى أنهم يقاومون من أجل على أنهم يكونوا حتى هما إحدى المنشآت في السوق ديال الشغل بإقليم طنطا. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مكنت من زرع الثقة في المستقبل لدى الشباب، فقد غيرت المبادرة ثقافة المساعدة إلى ثقافة العمل والطموح لتحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة. والباب كتحل اوتوماتيكمون. هي طريقة تراعي تدابير الوقاية من كوفيد-19، وهي جوهر فكرة هذه المرافق الخاصة بالصرف الصحي، مجهزة بأحدث التقنيات، الأبواب والصنابير لا تحتاج للمس.
تعتمد أيضا على نظام تكنولوجي مضاد للفيروسات. هذا c'est un film antibactérien. Je peux poser ma main maintenant, je l'enlève, vous reposez la vôtre, zéro bactérie. هذا الابتكار صمم تفاصيله بدقة مهندسون مغاربة ليستفيد منه زوار الميناء الترفيهي لمدينة سلا على أن تعمم هذه التجربة في مدن أخرى. عندنا واحد السيستم اللي كنسميو عليه تاتشليس فين المواطن ولا المستعمل ما غيحتاجش انه يقيس اي من اي حاجه من من من, من, من لي كومبوزونط ديال هذا المرحاض. هذا المنتوج كيبقى 100% مغربي مصوب هنا في المغرب في الصناعه ديالنا، وايضا غيبقى 100% مجاني. تضم هذه المرافق الصحيه العموميه شاشات مخصصه للاشهار. هذا الابتكار يعد أيضا صديقا للبيئة إذ يتوفر على تقنيات تمكن من إعادة تدوير الفضلات والمياه المستعملة. مبادرة مبتكرة يراد منها تطوير خدمات مرافق الصرف الصحي في الفضاءات العمومية. هذه القضية نتاع المراحيض تتمس الصحة ديالنا، تتمس البيئة ديالنا، تتمس السياحة ديالنا، تتمس الكرامة ديالنا، وحنا تنقولوا هذا الشيء تعطي حتى الشغل للشباب ديالنا، وحنا شفنا بالله اليوم الشباب شنو قدروا يديروا. المشرفون على هذا المشروع أرادوا بعث رسالة توعية والتحسيس بأهمية تجويد مرافق الصرف الصحي بالفضاء العمومي، فضمان المياه وخدمات الصرف الصحي هي واحدة من الأهداف التي وضعها المنتظم الدولي للتنمية المستدامة في أفق 2030 والتي يتبناها المغرب. يجلس السملالي وهو من قدماء باعة البازارات بورزازات أمام محله يشكي همه وما أصاب تجارته من ركود. داخل المحل فقدت التحف بريقها وكأنها تشكي هي الأخرى حالها. كانت لوقت قريب محطة للأنظار قبل أن يطالها النسيان، فلم تجد غير صاحبها يؤنس وحدتها. هذا بوتا فول من 2003 الطرق ما كان ديروا شيء، جالسين ما كنخلصوا الضوء ما كنخلصوا الماء، المهم كنديروا الكريدي في الحوانت وصافي وعايشين هكاك صافي، ما كانش اللي يسول علينا اش كديروا ولا هذه ولا شي اللي كاين. اذا الوضع التجاري دابا واقف ما كيدير شيء، حنا خدامين مع السياحه، الا ما كاين السياحه راه ما كاين شيء. السياحه هي كل شيء، حنا ما عندنا السياحه لا والو، لا سياحه داخليه ولا خارجيه. يتفقد السملالي الفواتير التي اثقلت كاهله، فمصدر رزقه الوحيد مداخله تكاد تكون منعدمة. من جهة السياحة الله يجزيكم بخير، راه قبل كورونا كاع راه ما حنا هاد الناس راه ما كيديروا والو. من كورونا لهنا ما لقوا باش يخلصوا الضو، ما لقوا باش يعيشوا. سوق الصناعة التقليدية بورزازات يضم عددا من المحلات المتخصصة في بيع المنتوجات المحلية والتحف النادرة. جل هذه المحلات أغلقت أبوابها ولم يتبقى سوى القلة تقاوم الركود. السياحة شوية قاصحة من سدينا الساعة 16 في 3 قضية مشهورة عندنا تقريبا دابا غادي في 8 شهور السياحة والو، لا السياحة الداخلية ولا السياحة الأوروبية ما كاينش. يعني الناس هنا أكثر هنا الناس كيجيو يجلسوا باش يقدوا المحل ديالهم وكيريحوا، الرواج ما كاينش. يجتمع أصحاب محلات البازارات لمناقشة حال القطاع الذي تضرر بشكل كبير بعد تراجع الحركة السياحية. كلمات قد تخفف عنهم ركود تجارتهم. السياحة اللي تخدم كل شيء راه ما كاينش. في انتظار أن تستقطب ورزات زوارها من جديد حالما تغيب شمس الوباء. رداء أبيض يغطي مرتفعات إقليم إفران، مشهد يغري هواة السياحة الشتوية خاصة عشاق الرياضات الجبلية، ومرتفعات مشلف وهبري تنفرد بمناظرها الخلابة التي تستهوي النفوس الطوقة إلى الراحة والطمأنينة بالرغم من صعوبة الوصول إلى هذه المناطق المكسوة بالثلوج. وتفاجئنا بهذا الطبيعة وتساقط الثلوج والمناظر الخلابة الحمد لله، والجو رائع. وتفاجئنا بهذا الكمية ديال التلج اللي كاينه بكثرة تبارك الله،
وكاين تبارك الله الحيوانات والمناظر الطبيعيه تبارك الله ما شاء الله. كرتاح فيه النفسيه ديالي كترتاح فيه، وهاد المناظر الخلابه تبارك الله ما شاء الله ما كاينش اللي ما يرتاحش فيها. انا ديما كنقصد هاد المنطقه هادي ماشي غير في الثلج، في الربيع فكرتاح فيها، كرتاح فيها بزاف. ولقينا جميع اجواء ديال الترفيه هنايا متوفره للاطفال الناس الكبار، اشياء جميله هنا. وعلى غير عادتها في هذا الفصل البارد، لم تنل مرتفعات إفران حظها من الإقبال السياحي بسبب تداعيات جائحة كورونا، الأمر الذي انعكس على مختلف مناحي الأنشطة السياحية المرتبطة بتجارة التحف التقليدية وكراء مستلزمات ممارسة رياضة التزحلق وغيرها من الأنشطة الأخرى المذرة للدخل. السنة دي مع هذا الوباء هذا والقضية شي شوية عيانة، انتما كتشوفوا الناس ما بقاش كتجي لهنا كتخاف. فرق كبير ما بين السنة الفايتة والسنة هذه. السنة الفايتة كان يعني اصحاب الصناعة التقليدية مروجين، اصحاب الخيالة، اصحاب هادشي ديال اللوازم ديال التزحلق، يعني كان كلشي مروج. يعني حتى وصلت ديك 16 في شهر 3 وقفنا، يعني واحد وقفة غنقول لك ما بقينا بقيناش كنخرجوا. هاد السنوات الاخرى شي شوية ناقصة مع هاد المرض هذا، ما كايناش الحركة بزاف ما والو، هادشي غير جالسين. وبالرغم من الوضعية الاستثنائية للقطاع السياحي بهذه المنطقة الجبلية، تبقى التساقطات الثلجية بمرتفعات الأطلس المتوسط مصدرا للمياه الجوفية والبحيرات والمنابع المائية التي تراجع منسوبها في الآونة الأخيرة.